الشوط السابع عشر ينطلق. هذا الشوط خاص بفئه الحقائق البكار وانطلاقه جديده وايضا شعارات جديده تنطلق هنا على ارضيه الميدان ومنافسات تتجدد مشاهدينا الاعزاء. المنافسه في صباح هذا اليوم وفي اشواطه المميزه شهدنا اثاره وشهدنا منافسه حاميه الوطيس ما بين الشعارات الحاضره والمتواجده. عموما وعلى كل حال نتجه الى مقدمه الشوط والى المركز الاول. الساريه على المركز الاول وصراحه الساريه الله انطلقت الساريه في المركز الاول لعبد الله بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي تندفع اندفاع قوي ومميز وممتاز. ننتقل الى المركز الثاني اللي شكلها جميل بهجه عبد الله بن راشد بن سيف الجفالي النعيمي. هذه على المركز الثاني شعار ازرق ازرق وشعار بحري على المركز الثاني. المركز الثالث بدلة ثلاثة الجازي وصلت الجازي وعصاها قوس علي بن عبد الله بن محمد بن شفيع اللي على المركز الثالث. المركز الرابع وصلت مشرفة ظافر بن راشد بن مسعود بن حباب المظفري الهاجري على المركز الرابع. ننتقل إلى المركز الخامس حربة على المركز الخامس لخالد بن علي بن سعيد بن شفيع الف هيدة. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم. دخول على المركز الخامس من قبل الفلوجة محمد بن سالم بن محمد آل جحيش المري. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء. نعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. الساريه على المركز الأول ولو هالعصر بنقول سرت الساريه. اسرحت الساريه في هذا الشوط راحت مع شعار بن نهار النعيمي. الله يا الساريه عبد الله بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي بشعارها المميز وبادائها الممتاز. ولكن دير بالك ارى هجوم عنيف من خلال المركزين الثاني والثالث. انطلقت بهجه لعبد الله بن راشد بن سيف الجفالي النعيمي على المركز الثاني. بهجه وتلاحقها الجازي وصلت الجازي وخطيره الجازي خطير الجازي في هذا الشوط. هذه الجازي على المركز الثالث تعود ملكيتها لعلي بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن شفيع. المركز الرابع وصلت وانطلقت بدورها مشرفه ظافر بن راشد بن مسعود بن حباب المظفري. وعلى المركز الخامس حربه لخالد بن علي بن سعيد بن شفيع الف هيده. 1200 متر الكيلو و200 متر الاخيره ما باقي شيء مضمرين. وانطلقت الثلاث الجازي وبهجه وايضا الساريه. الشوط لمن يا مضمرين. الساريه الجازي تتقدم. الله يا الجازي على المركز الثاني وانطلقت والعصا قوس الجازي وايضا الساريه. وعادت مشرفه مشاهدينا الاعزاء عادت مشرفه في المركز الثالث. ولكن الجازي بشكلها الجميل بشعارها المميز تسيطر في هذه اللحظات على المركز الاول. اللحظات الاخيره اللحظات الحاسمه الجازي مع المركز الاول. بن شفيع مع الصداره. المركز الثاني بهجه عبد الله بن راشد بن سيف الجفالي النعيمي. وعلى المركز الثالث هنا الساري عبد الله بن نهار بن ناصر النعيمي. وشوف يا مخرجنا المركز الثالث اللي دخلت وتسللت وانطلقت. الله يزين اللي حضرت قطت على كل الحضور حضرت الجزيره. سعيد بن راشد بن عبيد ال مريزيك يا بوي حافظ على اسم الجزيره يا ابو مريزيك حافظ على هذا الاسم العملاق. هذه على المركز الثاني ولكن الجازي الجزيره وصلت. ايضا ديمة سالم بن محمد بن سالم بن حمد المري على المركز الثالث انطلاقها قوي. ديمة تمطر عزبه سالم بالفوز وبالناموس. ولكن الجزيره يوسلوب وصلت المعجزه النادره الصغيره. سلام يا الجزيره سلام. الاسم الجزيره الاسم هذا اللي دفعها الى الامام. الاسم دفعها الى الامام وسلام يا الجزيره سلام. سلام يا الجزيره سلام وسلامي عليك يا سعيد بن راشد بن عبيد ال مريزيك على المحافظه على هذا الاسم. ولله درك يا سعيد تهانينا والناموس وسلام يا الجزيرة سلام وسلام يا المعجزة النادرة سلام. اللي مملوكة بالشعر هجن الشحاني السلام لها وأيضا لسميتها في هذا الشوط ويمكن شقيقتها. المركز الثاني الجازي لعلي بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن شفيع. المركز الثالث ديمة لسالم بن محمد بن سالم المري. المركز الرابع وصلت الضبي لسعيد بن محمد بن فهيد آل فهيدة. المركز الخامس
المركز الخامس كان من نصيب الغزيل لمحمد بن راشد بن حمد الملامقه الهاجري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء، ونهنيك على هذا الفوز يا مالك الجزيره سعيد بن راشد بن عبيده المريزيق. يا سعيد لو ما فازت الجزيره اليوم بنقول لك غير اسم الجزيره، بنقول لك غير الاسم، اسم هذا غالي ولا ينحط الا على سبوق، ولكن الجزيره ما قصرت، جزيره بن عبيد ما قصرت اليوم، والبيج نيم والاسم الكبير هذا الاسم الغالي، والله يبيض وجهك يا راعي الجزيره، سعيد بن راشد بن عبيد المريزيق على المحافظه على اسم الجزيره واختطافها للمركز الاول، او تهانينا والناموسيه يمكن تكون شقيقتها من الفحل، يمكن تكون من سلاله الفايز. 4 دقائق 30 ثانية، 32 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لمالك الجزيرة سعيد بن راشد بن عبيد آل مريزيق المري. المركز الثاني وصلت فيه الجازي 4 دقائق 32 ثانية، 77 جزء من الثانية، تهانينا لعلي بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن شفيع. المركز الثالث كان من نصيب ديمة وتوقيتها 4 دقائق 34 ثانية، 69 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لمالك ديمة سالم بن محمد بن سالم المري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. أشواط جديدة.